يا أهلين يا مرحبتين، طلبت سلطة الفواكه وقلت لكم تم. وهذه الفواكه، خذي الفاكهة حقتك وقطعيها كلها. قطعتها راح أسوي لها صوص مرة لذيذ، أحطها فيه وأحطها بالثلاجة وقت ما تبون تاكلونها. هنا كل أنواع الفواكه اللي في عندكم أو اللي في بالكم قطعوها. طبعا أنا باقي الموز والتفاح لأني أنتظر أغراض الصوص اللي راح أسويه، صوص مرة لذيذ أنتظر أغراضه، فما قطعته الحين عشان ما يسود. ما يخلص غدانا. طيب خلينا نكمل سلطة الفواكه. شوفوا بحط لكم الصوص اللي بسوي، بحط عصير مانجا وبحط خلطة الايس كريم هذه الري. اذا ما عندك خلطة الايس كريم حطي مانجا وحليب ودريم ويب، عرفتي؟ خلطيهم في الخلاط وصبيه، بعدين قدميه في كاسات مع الايس كريم. يا سلام. طبعا لو عندنا القشطة السورية، اوف اوف اوف. حط عصير المانجا، ما بنقصر فيه، وبحط هذا الخليط بس ماني مكثرة بس، وتمتعي بألذ سلطة فواكه. لأن ما بناكل الحين في العصر يعني. أحلى فقرة مساعدة اللي يتذوق، يقول أحلى شيء أنه قاعد يتذوق، يصور يصير موديل ويتذوق. هي هذا الموديلات اللي عندي يتذوقون. ها ما يشوفونك. حلوة. يهز لي راسه وعيونه كذا يعني انه واو، اقول ما يشوفونك. لذيذ لذيذ لذاذة، عليك بألف عافية، بس لا تكثر ورانا غدا. والله والله يا صاحب المعروف المعطاء الكريم اللي يكسب المعدوم واللي يعين على نوائب الحق واللي يوقف مع الناس، والله لا يخزيه الله أبدا، والله ما يخزيك الله أبدا أيا كنت وأيا كان مكانك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.